أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا لليوم، وموضوع كتير مهم دائما بتسلط الضوء عليه برحلاتنا الصباحية، وهي تربية الأطفال وتكوين شخصية الطفل. قديش الطفل يمكن بيلقط من محيطه وبيئته ومن أهله كتير من الصفات هي بتتركب بشخصيته بالمستقبل وبيأثر على تنمية شخصيته. أكيد نور، يمكن هذا السؤال أو الهاجس اللي بيكون عند كل الأهل، كيف شخصية طفلي بتتكون، شو هي العوامل اللي بتأثر، وأنا كيف كمان كأهل ممكن أقدر أثر بها تكوين الشخصية للأفضل طبعا. وكثير من الاستفسارات كلها اليوم رح نسألها ونعرف الجواب الشافي من ضيفنا لليوم بالاستوديو الأستاذ محمود الخالد، وهو اختصاصي بالأطفال وبالإرشاد الأسري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. لما نحكي عن مراحل تكوين الشخصية دائما بنركز على البيئة المحيطة للطفل، على الأهل، لأنه بنقول دائما يعني الطفل هو مراية أهله. أي شيء بتكوين شخصيته من صفات أو أي تفصيل بشخصيته، المسؤولية تقع على الأهل دائما بشكل أول. خلينا نحكي بالبداية أهم مراحل تكوين شخصية الطفل. هلا اول واهم فقره يعني بهذا الموضوع انه نحن دائما بنحمل المسؤوليه للاهل. هلا اكيد بالضروره لانه هن الدائره الاولى للطفل. صحيح. يعني هن معه من وقت ولادته. صحيح. كويس، فاكيد هن الاهل هن الاساس في تكوين شخصيه الطفل. ولكن هاي المرحله بتبطل، يعني هاي المرحله بتقطع مرحله الاهل بعد عمر الخمس سنوات. بصير في عنا في دور للمدرسة، في دور للبيئة المحيطة والجيران وأطفال الجيران وإلى آخره. فإذا بدنا نحكي عن مراحل تكوين شخصية الطفل، فبنبدأ بمرحلة الولادة اللي هي من في السنة الأولى. فخلينا نقول بالأشهر الأولى هو تكوين شخصيته، هو ما له بحاجة لأي شيء اللي هو غير أنه حليب الأطفال، إن كان من أمه ولا كان بمرحلة الرضاعة، له بحاجة ل مثل ما بيسموها احتياجات كتير بسيطة اللي هي الراحة، الرعاية، النوم فقط لا غير. فما فينا نقول أنه هاي المرحلة يعني إلا أن يكتسب فيها هاي التفاصيل فقط لا غير، اللي هي العطف الحنان من أهله بس فقط لا غير، لأنه ما في إدراك. هلا بعد عمر يعني بعد عمر الاربع شهور خمس شهور ببلش يدرك، يعني مثل ما بيسموها يدرك اصوات الناس اللي من حواليه. تمام. ففيك تقولي يعني حتى عمر السنه هو هي احتياجاته، هي هذا الشيء اللي عم يحتاجه لتكوين شخصيته. هلا المرحله الثانيه هي اهم مرحله، اللي هي مرحله تكوين شخصيه الطفل من عمر السنه لعمر الخمس سنوات. انا بقول انه هاي المرحله هي المرحله الاهم في تكوين شخصيه الطفل والاكثر يعني مثل ما بيسموها خطوره لبناء شخصيه هذا الطفل. ليه؟ لانه هي بنسميها المرحله الاولى، مع انه بيقولوا من السنه لثلاث سنين، من ثلاث سنين لست سنوات، من ستة للتسعة، يعني ما تكوين المراحل تختلف. مراحل التطور الادراكي للطفل. مراحل التطور الادراكي هي مقسمه من 0 ل 3، من 4 ل 6، من 7 ل 12، ومن 13 ل 18. لان احنا عم نحكي عن مرحله بناء شخصيه الطفل من عمر سنه لعمر خمس سنوات. تمام. هي مرحله حساسه جدا، لانه ببلش يدرك، ببلش يختار، ببلش مثل ما بيسموها يعرف الناس اللي حواليه، يعرف أهله، يعرف أصواتهم، يعرف شو بده، يحاول يحصل على اللي بده إياه. وبنفس الوقت ببلش يعرف الأشخاص، يعني مثل ما بيسموها يعرف كيف يحصل على الشيء اللي بده إياه. فهون ببلش يشوف الأهل، ببلش يقلدهم، ببلش يشوف هاي التصرفات يحس فيها. يعني فالهون بقول هاي المرحلة الأولى هي مرحلة أساسية، ودور الاهل فيها دور كثير دقيق. ليه؟ لانه الطفل ما بيقولوا الطفل بيلقط، مزبوط، الطفل بيلقط الايجابي وبيلقط السلبي. صحيح. فانت اليوم لما الاهل عم يتصرفوا تصرفات صحيحه، عم يراعوا، يهتموا فيه، عم بيحاولوا يبلشوا يطوروا سلوكياته. بتعرفي الاطفال هن انواع، في عندنا الطفل، في عندنا مجموعه من الاطفال هي اللي بتحاول تبكي لتاخذ اللي بدها اياه، بتحاول تكسر، بتحاول تاذي، بتحاول. يعني اليوم اصلا بهذا الطفل بهذا العمر بعمر السنه صار يحبي، صار يمشي، بياخذ، بيكسر، ما بيعرف شو هاد. فانا اليوم بمرحله تعليم الطفل، انا بفهمه شو هاد، شو الصح وشو الغلط. فانا بقول انه المرحله من عمر سنه لعمر خمس سنوات هي مرحله كفيله ببناء شخصيه الطفل وتاثيرها عليه وقت ما يكبر. هي التصرفات اللي بتعزز شخصيته وتعزز ثقته بنفسه، وهي التصرفات اللي ممكن
يعني مثل ما بيسموه تمحي ثقته بنفسه، ممكن تخليه منعزل، ممكن تخليه سلبي، ممكن تسبب له بالمستقبل كثير من اضطرابات السلوك اللي يعاني منها الاهل ويعاني منها هو بالضرورة. طيب هون بما انه نحن عم نحكي عن عمر صغير جدا، نعم، وبيكون الاهل مثل ما قلت حضرتك هن المؤثرين الاكثر بشخصيه الطفل، خلينا نحكي عن التصرفات اللي قلت ببلش يلقط وتبلش تبين بتصرفاته. شو هي التصرفات اللي أنا ممكن ارتكبها كقدوة لهذا الطفل هي تأثر فيه؟ شو هي التصرفات اللي أنا ممكن اهملها وما أعطيها الحجم اللي هي بتحتاج فعلا أنه يتقدر فيها، وبالتالي أيضا تأثيرها السلبي بمرهك من بين إيدي ما بحس عليه ولكن بكرة شوفوا على كبر مثل ما بقولوا. صدقيني هلا انا بقول انه في تصرفات بتصرفها عادي وفي تصرفات ما بتصرفها عادي، انا بقول هذا الحكي غير دقيق. اي تصرف ممكن تتصرفه بهذا العمر هو راح يكون له تاثير، لازم يكون مدروس اما ايجابي او سلبي. وفي شغلات نحن بنتصرفها كويس نحن ما بننتبه او بنقول ما بننتبه له او بنقول انه هي عاديه، ولكن هو هو هو, هو شافها. هو هلا عم يرسم ملامح شخصيته، بس هو بده يرسمها من مين؟ بده يرسمها من الناس اللي قدامه، من الناس اللي عم بشوفهم اللي هن ابوه وامه او اخواته اذا كان في عنده اخوات كبار. فانا اليوم لما راح اشوف انه والله مثلا من اسخف الشغلات اذا انا فقت الصبح ما غسلت ايدي كويس قدامه فهو ما راح يغسل ببساطه، لانك انت ما تصرفت قدامه بتصرف. اذا فقت انا اذا انا مشيت والله مثلا وانا كنت عم اتواصل بطريقه مع الام هي مثلا الصوت العالي، او مثلا انا عم عيط او عم سب، فهو بالنهاية رح يصير يعرف هذا الكلام. عرفتي علي شلون؟ أنا لما بدي لما يشوفني أني أنا قاعد معه متحرك أشي، جيب لي فلان، جيب لي هذا الغرض، ودي لي هذا الغرض، عمل هاي القصة، ساوي هاي القصة، فهو بالنهاية ما رح يتعلم أن يتحمل المسؤولية، لأنه هو عم يشوف أبوه هو ما عم يشتغل شيء، هو بس عم يقضيها مثل ما بيسموها طلبات. كويس؟ أسخف التفاصيل هو بيشوفها. صحيح، اسخف تفاصيل. فلذلك اي تصرف انت بدك تتصرفه هو بده يكون يعني مثل ما يسموه يتاخذ على محمل جدي، لانه هو راح يلقطه. فانا بقول انه بهذا العمر التصرفات الايجابيه اللي لازم نعززها بالطفل من عمر سنه لعمر 5 سنوات هي عن جد مشاركته بكل شيء، التواصل معه بطريقه هادئه لطيفه مثل ما محترمه خلينا نسميها، مشاركته الراي مثل ما بيسموها، حتى لما انا بدي اطلب منه بدي ناقشه ليش انا عم اطلب منه هذا الكلام، بدي اطلب منه القليل من المهام ليساعدني فيها، ليبلش يتحمل مسؤوليه مثل لما تعال قوم لنسقي الزريعه، قوم خلينا سوا نغسل السياره، قوم خلينا مثلا نطلع نجيب اغراض. كويس، معك هو معك، ما عم اقول له روح انت جيب اغراض، انا عم اقول له تعال معي نروح نجيب اغراض، وانا بفهمه هاي التفاصيل ليش. مثل ما انا بيهمني اني انا ما احكي قدامه يسمعني انا عم سب، يسمعني انا يعني هي صفه شائعه انه لما بنلاقي ما بدي اقول عند الكل بس عند المعظم بنجيب ابننا مثلا بنقول له سب عمه او قل له هيك او اعمل هيك، هي باب المزح بس من باب بعدين المزح، ولكن لا هذا مو من باب المزح، خلص هو تعلمها تقلب جد هي بالضروره. لا والشيء المؤلم انه انت باول سنواته بتمزح وتضحك على مسبته، بس بيكبر شوي بتبهدله على نفس القصه، بتخانقوا نفس القصه، فبصير في عنده مشكله للطفل بتكوين شخصيته اساسا. تمام، انه هذا الشيء صح ولا غلط ما عرفت انا. لا لا اكيد اكيد بالضروره غلط، اكيد بالضروره غلط عند الطفل بيصير يعني عنده هون الطفل بالنهايه يقول لك انت يعني الطفل كانت مبرر له وكنا نضحك له عليها. صحيح، وبالعكس كنا نقول له برافو. هلا انت جاي مثلا بعد عمر مثلا 10 سنوات او 15 سنه ما بصير تقول هيك بالمدرسه، اجوا قالوا لك في عندك استدعاء ولي امر، رحت لقيت المدرسه او المديره عم تقول لك ابنك عم بيسب، ما انت وانت بتستغرب وبتبهدله. تمام، فانت اللي علمته عليهم وهو صغير، هو خلص هو كان بالنسبه له هذا الشيء مبرر. هلا جاي تقول لي عليه لا. طيب خلينا نحكي كثير من العوامل المؤثره في تكوين شخصيه الطفل، البيئه والمحيط والعائله بشكل اساس. خلينا نحكي عن انواع شخصيات الأطفال، لأنه كثير من الأهالي بيتعذبوا، ناس بتقول لك أنا طفلي عنيد، ناس بتقول لك أنا طفلي حرك كثير، ناس بتقول لك أنا طفلي مشاغب، في فعليا أنواع لشخصية الطفل بسنواته الأولى. هلا للأمانة في أنواع يعني من شخصيات الأطفال، الأهالي هن بيفكروا إنه يعني هذا خطأ كثير كبير بتخطأ فيه الأهالي، هي مثل ما تفضلتي الأهالي بتفكر إنه هي سلوكيات أطفال، لكن هي ما سلوكيات، هي نمط شخصية، هي نوع شخصية ولازم يتعاملوا معها. مثل ما تفضلتي حضرتك من أنواع الشخصيات الأطفال، هي عندنا نحن الطفل النشيط، في عندنا الطفل الحساس أو المرهف أو الهادئ، في عندنا الطفل السلبي،
في عندنا الطفل العنيد، في عندنا الطفل اللي هو بيمشي بنظرية الاضطهاد، اللي هو اللي بحس انه كل التصرفات اللي عم تصير من حوله هي لأذيته او ضده، وفي عندنا الطفل الذكي والعنيف حتى فيه. تمام. صحيح. يعني هذا مثل ما بيسموها الطفل العنيف، يعني ما يعني العنف هو يعني هو سلوك، خلينا نسميها يعني، عرفتي علي شلون؟ هذا بينتج عن تصرفات الاهل. طبعا. تمام. طبعا. فهي الشخصيات نحن لما نكون بنعرف شو شخصيه طفلنا بنعرف كيف نتعامل معه. طيب شخصيه الطفل هي كيف بيكتسبها؟ هو بالنهايه كمان عم يكتسبها من المحيط. صح. ولا ممكن يكون جينات وراثه ولا؟ تماما، هي عن جد ممكن تكون جينات. عوامل بيولوجية، يعني مثل ما بيقولوا هاد طالع لأبوه مثلا، هاد طالع لأمه. نحن عن جد ما لازم ننسى هاي التفاصيل، لأنه يعني هي فعلا هي عوامل بيولوجية حقيقية، يعني أنه هذا الطفل هيك الله خلقه، هذا الله خلقه حرك مشاغب، يعني عرفتي علي شلون؟ هلأ دور الأهل هن يزرعوا فيه ويعلموا سلوكيات ليضبطوه، ولكن هي شخصيته. هذا خطأ كثير كبير بيقعوا فيه الأهل، الفرق بين نمط الشخصية أو نوع الشخصية وسلوكيات. يعني يفكر هذا الشغب او الشخصيه الحركه او النشيطه بيقول لك انه هو هذا مشاغب، كويس؟ لا لا، هو هي شخصيته هيك. نحن بدنا نشتغل معه بتعديل سلوك. فهذا يعني كثير لازم تتوضح مثل ما تفضلتي، وهي هذا الشيء كثير مهم لازم يسمعوه اهالينا اليوم، هي انواع شخصيات اطفالهم، الطفل النشيط، الطفل الهادئ او الحساس، الطفل السلبي، الطفل مثل ما بيسموها العنيد، تمام؟ الطفل اللي هو حامل نظرية الاضطهاد، والطفل الذكي متلازمة الذكاء. لازم يكونوا بيعرفوا أنواع الشخصيات ليعرفوا كيف يتعاملوا ويطوروا هاي السلوكيات أو يعدلوا هاي السلوكيات. يعني هاي بالنسبة لنا أنواع شخصيات الأطفال يعني. طيب كمان خلينا نحكي عن العوامل اللي بتأثر ببناء هاي الشخصية أو بثقل هاي الشخصية. حضرتك حكيت عن كتير من العوامل، في عوامل أخرى ما حكينا عنها، إذا في مجال نذكرها قبل ما ينتهي الوقت. هلأ نحن بالنسبة لنا خلينا نحن ندغري مباشرة نرجع لأنواع الشخصيات مشان نحن نتعامل مع كل شخصية. هلأ اليوم لما أنا بدي أتعامل على سبيل المثال مع الطفل الهادئ أو الطفل الحساس، هو بطبيعته ما بيتدخل، بيسمع شو بتقله، بيشتغل، إذا ما قلت له احكي ما بيحكي، بياكل بوقته، بينام بوقته، تمام. هلأ أنت بدك إياه هيك؟ متفقين. أنت لو تم ياكل ما له تم يحكي، لو تم ياكل ما له تم يحكي. بدك إياه يطور هاي الشخصية، فأنا بدي بلش إني أنا أشتغل على هاي الشخصية، إني كيف أنا أتعلم أنا وياه، هو يحاور ثقافة الحوار، أتعلم يعني علمه كيف يعبر عن الشيء اللي بده إياه. شايفه أنا هو مثلا ما يعني شو بتقوله بيشتغل، لا تعال، أنا بصير بطلب منه يعطيني رأيه، ومثلا بدنا نطلع هاي الزريعة، إذا نحنا خليناها بهذا المكان ولا نشيلها من هذا المكان لهذا المكان. أنا صرت عم علمه كيف ياخذ قرار، كويس؟ انا عم علمه كيف يعني مثل ما بيسموه يخطي هاي الخطوه لقدام. بدي اياه يحكي، انا بساله سؤال مثلا، يعني بحكي قدامه موضوع، بيسمع قدامنا موضوع، بنشوف قدامه فيديو، شو رايك بهذا اللي شفته؟ اعطيني رايك بهذا الموضوع. انا صيب انا عم اشتغل عليه ليطور من شخصيته، ليصير يقدر يعبر عن 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 رايه وعن نفسه، ويصير يتعلم ياخذ قرار. ما لا، في عندنا على 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 العكس من ذلك، هو الطفل العنيد مثلا، اللي هو انه متشبث برايه، متشبث برايه، وهو بده ياخذ كل شيء له، كويس؟ وانه انا يعني اذا انت مثلا، يا اما بده ياخذ كل شيء، يا اما بده يبكي، يا اما بده يعمل اللي بده اياه، يا اما بكسر، يا اما لا. هون انا بدي اشتغل معه على تعديل هذا السلوك، تمام؟ صحيح. اللي هو اني انا اتواصل معه واقول له شو الصح وشو الغلط، واقول له شو الثواب وشو العقاب اذا انت تصرفت عليه، وحاوره انه انت ما بيصير تعمل هيك. ليه؟ لانه 1 2 3 4 5 ممكن يضل معند برايه، انه انت اوكي بدك تضل معند برايك تصطفل، ولكن هذا الشيء رح يترتب عليه 1 2 3. هي عمليات تعديل سلوك. في عنا على سبيل المثال، صح، على قلبك، في عنا مثلا على سبيل المثال اللي هي الاطفال الانطوائيه، واللي هي متعرضه اللي هي بنظريه الاضطهاد. فانا لازم انا اعزز ثقته بنفسه، لانه هذا الشيء منين اجى؟ هذا الشيء اجى من اما الضرب، من الصراخ، من اما انه دائما بينقال له لا، دائما هو واقع بمكان الملامه، انت السبب لانك كسرت هذا الموضوع، انت عملت هذا الموضوع. فهو بالنهايه صار فيه هو دائما حاسس بالاضطهاد، واي تصرف بده يصير حواليه من الاهل فهو رح يعتبر انه هذا الشيء انا المقصود فيه.
فأنا بالنهاية كمان كذلك الأمر بدي أنا أعزز له ثقته بنفسه إنه لا أنت أبدا مانك مو أنت المستهدف، بالعكس أنت ابننا ونحن بدنا نشوفك أحسن الناس. وبصراحة بالنسبة للتعامل مع الأطفال بيكون هاي الأهالي هي أصلا بدك تشتغل على الأهالي قبل ما تشتغل على الطفل. صحيح. ومسؤولية اليوم تربية الطفل والمساهمة في تكوين شخصيته ضمن ظروف يمكن صعبة عم نعيشها هي مسؤولية تقع صحيح. على عاتق كل الأهالي اللي بتزرعوا بابنك أكيد بالأخير بتحصده. وقتنا خلص معك والموضوع أكيد ما رح ينتهي هون، مكملين بحلقات قادمة. شكرا كثير لوجودك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم.